مشاهدي الكرام، نحن الآن في مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، حيث يعقد مجلس جماعي لمدينة الدار البيضاء دوراته العادية. مرة أخرى يعرض مجلس مدينة الدار البيضاء ضمن جدول أعماله مجموعة من الاتفاقيات. سنقترب في هذا الفيديو على عدد من المنتخبين من أجل معرفتهم من وجهة نظرهم في هذه الاتفاقيات. أجوا معنا تشوفوا. أي اتفاقية كيوقع على المجلس مع أي طرف آخر هو اختيار لواحد النمط تدبيري، اللي هو نمط بين الانماط اخرى اللي هي متاحه للمجلس باش يدبر بها الامور ديالو. العقل والمنطق والعلم تيقول انك تكون اون اناليز ملتي كريتير باش كنعزلوا الى نمط تدبيري معين غادي ندبروا به واحد المرفق معين اللي ما كاينش اليوم. هو اي حاجه كتجي كيتنازل المجلس على الاختصاصات ديالو ولا تسحب منه اختصاصاته، بعكس ما يقال هو كيتنازل بمحض ارادته وتكلف شركه التنميه المحليه بانها تقوم به، لدرجه ان شرطه الجنائز عطاها لشركه التنميه المحليه. اذا ما كاينش واحد الناس استراتيجي علمي معقل باش كنختاروا النمط ديال التدبير. هذا احد الاسباب اللي كتشوف هذه الاتفاقيات ما كتنزلش على ارض الواقع والمواطن البيضاوي ما تيحسش بها. المساله الثانيه وهو كاينين اللجان ديال التتبع. هاد اللجان ديال التتبع نورمالمون اللي مفروض فيهم ماشي غير كتبعهم بغيه ان تعاقبوا او لا ما تعاقبوش، بغيه تجويد العمل، لان هذيك الشركه التنميه المحليه ملي كتكون خدامه وكتعرف بان عندها واحد اللجنه ديال التتبع كتراقبها وكتبعها، وهذيك اللجنه ديال التتبع كترفع تقارير للمجلس اللي كيتنور من خلالها بالدور ديال ديك الشركه التنميه المحليه. لم يرفع ابدا في هذه الولايه كلها اي تقرير من تقارير ديال اللجنه ديال التتبع ولو واحد. الاتفاقيات كدار باش تسهل الماموريه بالنسبه للجماعه وباش من اجل يعني انجاز واحد المجموعه ديال المشاريع متفق عليها من اجل الاتفاقيه اللي كتبرم اما مع الشركات التنميه المحليه او اما مع القطاعات الحكوميه او اما مع المجتمع المدني. إذن الجماعه هي واحد الوسيله من اجل التنميه الشامله لا الاجتماعيه ولا البنيه التحتيه ولا كذلك الاتفاقيات فيما يخص الخدمات. وهذه الاتفاقيات يعني ساريه بالمفعول، وكاين لجان التتبع اللي هما كيتبعوا هذه الاتفاقيات من موظفين وكذلك من مستشارين وكذلك من السلطه الوصيه من اجل تنفيذ هذه الاتفاقيات اللي بحد ذاته ملي كيكون تدبير مفوض هو راه اتفاقيه ولكن بمراصيد ماليه. ملي كيكون تدبير مفوض مثلا بالنسبه لشركه التنميه المحليه من اجل النظافه راه هي اتفاقيه ولكن بتدبير مالي، وهناك يعني دواليب ديال المجلس للتتبع لهذه المشاريع وهذه الاتفاقيات كما كتبرم. غير اللي كاين هو انه المجلس خاصو يكون في المستوى واللجان التتبع خاصها تكون في المستوى من اجل يعني تفعيل وكذلك مراقبه انجاز الاتفاقيات اللي كتبرم مع هاد المتدخلين، وبالتالي هذا المال العام وخش يكون الهضر المال العام. يعني مجموعه من الاتفاقيات هي ستكون فقط حبر على ورق، لان تلقوا ان ما كاينينش لجان ديال التتبع، ما يتم تفعيل لجان التتبع باش تعرفوا واش هذه الاتفاقيه يعني المآل ديالها كان مآلا صحيحا. للاسف مجموعه من الاتفاقيات، يعني لاحظتوا ان جدول الاعمال ديال كل دوره فهو مليء بالاتفاقيات، للاسف القليل منها هو اللي تيكون يعني ملموس داخل المنطقه. اعتقد بانه هذه القضيه ديال الاتفاقيات هي طريقه متطوره من اجل انجاز واحد المشروع لفائده الجامعات الترابيه. اعتقد ان الجامعات باصنافها الثلاثه لمجالس الجهات والمجلس العمالات والاقاليم ومجلس الجامعات الحضريه والقرويه تصادق او توافق على مجموعه كبيره من الاتفاقيات، بحيث انه لا تخلو دوره من دورات منذ 2015 فاش بدات هذه الولايه الا ونصوت على 10 8 7 12 15 اتفاقيه. هذه الاتفاقيات خصنا نفرقوا بيناتهم. هناك اتفاقيات توقع امام صاحب الجلاله نصره الله، وهذه عندها طبيعه خاصه وعندها عندها تتبع خاص. هناك اتفاقيات توقع مع جامعات الترابيه بيناتها، جامعات مجلس العماله مجلس الجهه. هناك اتفاقيات توقع مع المجتمع المدني، كان من اتفاقيه دوزنا مع المجتمع المدني. هناك اتفاقيات مع الحكومه، مع القطاعات الحكوميه، مع وزاره التربيه، مع وزاره الصحه، الشباب والرياضه، الثقافه. هناك اتفاقيات مع بعض المؤسسات. هناك اتفاقيات اللي كتكون هذا هو اتفاقيات ديال انتداب شركات التنميه المحليه للقيام باغراض خاصه. فين كيبقى المشكل؟ كيبقى المشكل في التتبع والمواكبه.
دونك التتبع والمراقبه. خلينا من المراقبه، المراقبه تنديروها المراقبه السياسيه، ولكن كيبقى هذا العدد، هذا الكم الهائل من الاتفاقيات خصو تتبع تقني وتتبع سياسي وتتبع مالي وتتبع قانوني. دونك هذه الاتفاقيات خاصها، وما يمكنش بالامكانيات والموارد الجماعيه ان نتتبع جميع الاتفاقيات.